يعني ساري صور المقابلة بين المدير وسامح بتلفونه؟ اللي حرف انه كانوا مرعوبين وخايفين، لكن يعني ما هو منبه. يعني هم رسلوا واحد عشان يقتل نحن بسبب ساري؟ أيوه. الله يقلعك يا ساري، الله يقلعك. نحن اسمعوا، سمعت حاجة قوية وخبر مخيف. هم حددوا موقع ساري وعيروحوا يصفوه. صفوه؟ ليش ينظفوه؟ يا ابني يصفوه يعني يحممونا ينظفونا يأنتكونا. يا بنت يصفوه يعني يقتلوا. ألف مبروك يا عروسة، ألف مبروك. الله يبارك في بك يا عروس، ومبروك كمان أنت عليه. الله يبارك فيك. ما لش مصدق إن أنا عريس، بس بخاطر شيء اشتي أقوله لك. أمري. إيش الضربة هذه اللي تبوقها؟ الضربة هذا ها. ما بالله اثنين شباب بزوا شنطة على بنت وهربوا، وأنا لحقتهم ونادعت لهم قتلة، وزيت الشنطة ورديتها للبنت. يعني فعل خير يعني. جزاك الله ألف خير، ما قصرت. أيوة بس هني كمان زعلانة منك. خير تزعلي في يوم عرسنا؟ الله المستعان. أيوة. ليش كذا؟ ليش كذا بسرعة يعني خرجتني من القاعة وني عادني ما شبعتوش، لا رقصت ولا تصورت وزعق الناس ولا كمان جلست مع صديقاتي. ولا تزعلي سهل عن تصور ونرقص ونفعل كل شيء، بس أنا كنت خايف من أم وائل زوجتي الأولى. أنت ما تعرفي شو أم وائل. أنا كنت خايف تطب للصالة وتفعل لنا مشاكل. بس يعني لدي الدرجة هي بتعملها بالطب للصالة؟ أنت ما تعرفي شو أم وائل. أم وائل هذا غوريلا. تعرفي شي إيش معنى غوريلا؟ غوريلا. أنت داري مرة بين مازحة قلت لها أشتي أخطب، وإيش حصل؟ فجأة تحولت لشخص ونادعت لي صدمة في حقوي. ما وجعت لي العمود الفقري شوية يعني. أمر لله. وانت دارية مرة هكذا قلت لها أنا تزوجت. ها. أيوة دريتي. إيش حصل؟ هذا الذي ما قدرت أعرف إيش حصل، لأني ما قمت إلا يوم ثاني. بين أسألهم إيش حصل؟ ما حد يعبني، ما حد يعبني. الله ينتقم منه هذا أم وائل. يعني إيش يعني أنت تحسسني إنك أنت خايف منه؟ ما أناش خايف من أم وائل. لو انا خايف ما تزوجت. أيوة. زوجت غصبا عنها تمام. لانه الذي يجلس خايف يجلس طول عمره بواحده اكيد، لكن الذي تزوجت انت يعيش سعيد. ولا شهيد على الله. ما علينا ما علينا، دحين خلينا نفرح ونأنس. أيوة. يا ليله عمري نفتح زفه يلا ونعيش الحياه وننسي ام وائل. هي 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 هو يا ليلى انا الرحمن اذا الحي والشياطين. احلى هذه الليله، احلى ليله. ايوه والله اني فرحانه، فرحانه سيئه. لحد الان ما انا مصدق ان انا قدرت اتزوج الثانيه. يا رب اقدر اتزوجها باذن الله ان شاء الله. السيارة. سيارتي في الراحت. في الراحة. في الراحة. قدر من أول اتصل به ما يردش عليها. هذا ما عندوش له فاضغ موت. يا شيخ يموت ويخارج، نحن بدل الوكي اللي يفحص نحن في بودا. الله يستر. بكون شلوا له. لا ما اعتقدش. احنا سيارتنا أسرع واحنا وصلنا قبلهم. أيوة بس هو كيف أخذ سيارتي أساسا والمفاتيح مش معه؟ اسمعوا أنا معي خطة. هات رقمه، هات رقمه وانا اقول لك كيف بوصل له. رقمه 7-3. يلا
ما كنت مسوي خارج. أمن لك المنطقة عشان الأمور تكون طيبة وتدير براحتك، حتقزع كذا ولا كذا. المنطقة. اسمع. أنت واثق من مدير الطوارئ هذا ما حدش يدفع له فلوس أكثر يبيعنا؟ عيب عليك يا أستاذ سامح. أنا واثق منه 1000%. هذا تربيتي من زمان. أوثق منه ما فيش إلا أنا. وأنا تربيتك. شوف يا مدير، أنا الصدق مش واثق منه بالخالص بحكم خبرتي بالعشر الدول هذه بالسلاح وبالحيوان وبالبشر. اكتشفت إنه السيكولوجيا حقه حقه، التركيبة حقه، شخص عديم الثقة، شخص ما حد وكان علوم من هنا لهنا. وبقول لك هاتب العدني الخباز يعرف وجه المتغدي. بس اسكت يا خباز، الخباز يعرف وجه المتغدي. لا تنفع ولا بريال. اليوم فشلتنا اليوم ولا قبعت حاجة. من صدق اللي قال البلاد حقنا هذه ما تقدرش مواهب. اسمع انت كلمت بالمكافأة اللي عن جبهانة؟ ايوه 1,000,000 ريال. مبلغ عمره ما بيحلم به. هذا مدير الطوارئ أرسل رقم ساري. قلت لك يا أستاذ سامح أوثق منه ما فيش. أنا أتصل به. كل ساعة ترين 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 ولا ما يقعش الشغل ده. لكن الله العالم ما شغله لو كذا. ألو اسمع يا ولد، معك سامح، حدد لي المكان اللي أنت فيه وإحنا عندي له عندك. معك 10 دقائق فقط ولا قسما أخليك تنسى اسم أمك. مالك يا انسي سمين؟ اسمي فتح يا حبيبي، انا ما انسي سمين. وبعدين انت واثق من نفسك كمان حبيبي؟ انت اللي بحاجتي وبحاجه التليفون، يعني انت اللي بتجي له عندي وترجينا كمان. انا اترجاك يا حيوان، قسما لا اخليك تنسى اسم امك. عادوا في بسبوبه، اقسم بالله بطبوق بوقعك ولا بتشوف مني التليفون ده نهائيا. طيب طيب خلاص، يعني انت حدد لنا في اي شارع انت واحنا ممكن نجي لك. اي هذا هو الهدره اللي ما تعجبناش. اسمع، انا لا مشغول، وبعدين انا لا مفضي، انا اللي بتصل بك. يلا. يغلق التلفون في وشي؟ ما قد حصلش حد في العالم يغلق التلفون في وش سامح. لكن قسما لا اخليك تتمنى الموت وما توصل له. هدي اعصابك يا استاذ سامح، هدي اعصابك. لو سمح الله يطلع لك الضغط تروح فيها. لا حبوب يا واقع، حبه حبه. لا. طيب، في معي واحد شرسل الرقم له عنده، وخليه يحدد فين موقعه ونروح نصعبه مثل الكلب. ايوه مالك يا مدير؟ يا مدير ايش تستعين بواحد والخبيث هنا يسوي؟ ايش عاد قبل انا اشتغل معك؟ 10 دول خبره، 10 دول تحديد المواقع، وكمان ايش من غير ما تجيب لي الرقم انا باجيب لك موقعه. اسكت. أبو هلقة، سلم لي على العروس والعروسة وقل لهم مبروك.
ليلة العمر. الله ما نش مصدق اننا عريس. ان شاء الله احلى ليلة. مبروك يا ابو وائل. الله يبارك فيك. مبروك مبروك. الله يبارك فيك. والله انك عملت وتزوجت الثانية. من حقي عادي. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. من هنا. هذا مدري أين قد شفته. أين أين شفته؟ ها هذا الذي نقل معي العفش. يا صح جزاه الله خير. مبروك يا أبو وائل. ألف 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 مبروك. الله يبارك فيك. عملته وتزوجت. أمانة ما حد يشوفك للبيت إلا أنا. ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. يا على محمد صلى الله عليه وسلم. ولي يا أبوي يا أبوي تتدلع عندي يحبك. يا أبوي يا أبوي يا أبوي يا أبوي يا أبوي يا أبوي. أتفضل. ألف ألف مبروك. أتفضل. عفوا. شكرا شكرا يا جاري العزيز. مبروك الله يعطيك العافية. مبروك. شكرا. الله يكثر الجيران من أمثالك. شوف يا الجيران لما يفرحوا بالعريس مش زي بعض الناس يحسدوا. أهلا وسهلا. يا مرحبا. ألا لا ساعة الرحمن ذا الحين يهلل الله. ألا ألا والشياطين غافلين. ألا لا يا حضور صلوا على النور يهلل الله. ألا لا يصلح الله الأمور. أنا عريس اليوم. أنا ما لش مصدق إننا تزوجت الثانية. فديت قلبك أني. قلبي إيش قلتي؟ فديت قلبك أني. يوه كملي من هذا الكلمة. الله ينتقمش يا أم وائل. أنا محروم. الله هذا كله عشاني أني؟ هذا كله علشانش ومن أجلش وبازيدش. فديت الرومانسية. الرومانسية؟ أيوة. ذكرتي الرومانسية يعني فاهمة في الرومانسية وال... من اليوم وصاعدا بتلاقي الرومانسية كلها عندي أني. الحمد لله ربي عوضني. الحمد لله. أنا كنت بصراحة أنا محروم. أنا كنت محروم. أم وائل حرمتني. حرمتني من المأكل وحرمتني من المشرب وحرمتني من الملبس والمرقد. الله يحرمها هذه أم وائل. قل آمين. آمين آمين. أنا ربي عوضني. عوضني بيش. وأنا من اليوم مصاعدا بأكرمك وبعوضك على مأكلك ومشربك ومرقدك وملبسك كمان. الله لا 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 لا. خير ايش تعمل؟ بس خلص الكوت واحد. من اليوم مصاعدا ألي الذي بخلع لك ملابسك. يوه يا ربي لك الحمد. أم وائل خلعت قلبي. الله يخلع قلبي إن شاء الله. الحمد لله. شوفي ها ايش تكلمش حاجة. تفضلي. في نفسي أقول حاجة. قول كل الذي بخاطرك. أنا بصراحة محروم. كنت محروم. يعني أم وائل حرمتني وخلتني أتزوج يعني أنت الثانية. فأشتي أبين لك يعني أنا محروم في المأكل والمشرب والملبس والمرقد. من ناحية المأكل والمشرب أني من بعد اليوم ما بخليكش تفكر تاكل بأي مكان إلا عندي ومن يداتي. من يداتش؟ الله ينتقمش يا أم وائل. ما عاد خليت مطعم. ما تشتي تاكل لا من المطاعم. دحين يا أبو وائل أنا عندك ولا أم وائل؟ أنت ريمي. إذن خلاص ما فيش داعي لأم وائل. من اليوم مصاعدا أنا بحياتك الموجودة وبس. بس ها أشتيش تكرميني في الملبس؟ يعني أشتي ألبس أشتي تدلع وأنت تشتي يعني تلبسي تدلعي تتمغنجي يعني. من ناحية الملبس لا تهمش لأنه أنا اشتريت لك ملابس كثير وعلى ذوقي.
ملابس لي؟ ايوه. انت؟ ايوه. ما حتكلمش؟ قلبي دليلي. قلبش؟ قلبي. لا لا لا، وش تزيد تكرميني في المرقد وفي كل شيء؟ اقول ليش بصراحه بصراحه اكرميني في كل شيء وانا اكرمش في كل شيء. من عيوني التنتين باكرمك بكل حاجه. الله، وانا اوعدش اني لا عاد افكر لا في ثالثه ولا في رابعه. فديت قلبك. انا قلبش؟ ايوه يا روحي. وروحش؟ ونظر عيونك. ما فعل ما فعل ما فعل مدي ولا تدي اي حاجه. رسل ذا الموقع. رسل رسل كي خلينا نفتح جوجل. خلينا نكبر نزيد نكبر. مش هذا العمارة اللي استأجر فيها أبو وائل شقه حق قبل شهر؟ أيوة هي 100% هي. بس إيش وده عند أبو وائل؟ من فين يعرفه أصلاً؟ هذا مصلى لعند أبو وائل؟ أكيد أكيد هذا جهة مش بسيطة. الموضوع أكبر ما كنا نتخيل. صح. هذا ناس كثير يشتوا يوقعونك جميعاً كلنا. صح. إيش منتظرين؟ يلا تحركوا اتحركوا نروح لبيت بوائل الآن. يلا امشي. لو سمحت يا مدير، ممكن ملاحظة بحكم خبرتي بالعشر الدول، ليش ما نسويش خطة محكمة نضبط بها الأمور ونخليها بالنينين؟ خطط براحتك، خطط براحتك. شبه خطط وفكر براحتك، ما نروح الآن. خطط ونحن بنخطأ. صدق اللي قال بلاد حقنا دي ما تشجعش المواهب. الآن نعيش الأجواء الرومانسية، نولع الشموع وحركات. أكيد. من نولع؟ ليش؟ عشان نولع. كيف نولع يعني؟ هذا الأولى، وهذا الثانية، والثالثة عليا أنا. يلا الآن قولي يهي 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 يهو. الولاعة الولاعة أنزلت دي الولاعة. لحظة ميدو، مش وقت الولاعة. إيش إيش رأيك تطلع الجوال ونتصور أنا وأنت أحلى سيلفي. سيلفي؟ أيوه يا ربي، ما أعرفش السيلفي عمري مع أم وائل. أنسي يا أم وائل. خلاص الآن أحلى سيلفي في العالم. يهي 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 يهو. بس الخلفية مش حلوة. يلا تعالي تعالي، هذه الخلفية تمام. أيوة هنا أحلى. أيوة زيدي قولي يهي 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 يهو. أصورش على الورق؟ يقلل الصور. أيوة تجنني أنت. يلا حبيبي خلش بخلش. يلا أصورش مع الورود. يا أحلى وردة. يهي 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 يهو. ترق فديتك يا ميدو. أحلى عرس الليلة نشتيها ليلة حمراء كلها رومانسية وغني ودلع وفرح. ويا ليلى مالش نعم الحقني 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 يا ليلى جن. الليلة ليلة جن. أنا داري وين مكان ساري. ممكن أقول لكم وين هو؟ كيف؟ وأنت جراك مكان ساري؟ شوف أنا بدأت أشوف منك. أنت تبع مين؟ معانا ولا معاهم؟ لا 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 أنا معاكم، أنا معاكم قلبا وقالبا. بس لو تحطوا يدي بأيديكم انتم تشترين. انا اشتي انطركم، اشتي اخرجكم من الفقر. انا الفرصه هذه جالس مريح لي،
15 سنة من يوم بديك الشغل. انتو بس انتوش فاهمين ان المقطع اللي مع ساري ثروة ثروة. تعرف كم يساوي هذا المقطع؟ ملايين الدولارات. يعني يساوي المقطع مبلغ كبير يغير بو حياتك وحياتي. بس انتو عتقولوا للفقر باي باي. عتقولوا للفقر ايش؟ باي باي. خلاص خلاص هديه. يدي توقعني يا ميدو. سهل سهل يدش، اهم شيء طفينا الحريق. ورجلي رجلي كمان توقعني معضيه. معضيه يا سعمني بتشقى، قلت ليش اهم شيء طفينا الحريق. خلاص خلاص بس ليش تعرف كيف اجت الحريق للمنزل حقي؟ اشتري منين جا الحريق؟ الشمع الاصيه ثانيه. الولاعه الولاعه اللي سقطت علي. هي بتولع النفسه يا ميدو. ما تراني من ولع؟ ميدو هذه عين وصابتنا. انا بصراحه لازم ارقي نفسي وبخر نفسي. ايوه لا تتبخريش قد انت تبخرتي ما شاء الله. إيه؟ حاصله محصله. منين جا الحريق؟ ما ادريش ميدو. يكون البيت مسكون جن. اذا هم جن عادي انا وياهم اصدقاء ولا يفعلوا حاجه. اصحاب. ايوه اصحاب. اين هم؟ بس جن ولا ها؟ ايوه ايوه هذا هو العنوان. يلا يلا تمام. ميدو انا اتصلت بالشرطه والشرطه الان بتجي. احسن نتخارج من هذا الذي قرح الليله جو. ايوه شرطه. ايوه شرطه. ليش من سرق؟ عدو ليش سارق خفيف دم. ايوه انت سارق حرك. انت شتي تحرق لي الحريوه؟ يا حريوه نفدالك حرام انك حريوه. وهي لا تبصرش الحريوه. يا حريوه نفدالك انا جيت ادور اخي عماري وإيناس. اكيد تعرف اخي عماري. اعرف مطراقي يقرح في صبرك لما ادرى ما دخلك بيتي. ولا تقلقي مالش الا اطيب نفسك. اعطي له. ايوه سارق ها؟ تحرقني بليله عرسي يا مفتري. قرح الليله جو. ليله الدخول قرحت جو بسببك. ما جيت تفعل اشتي ادرى من انت؟ اخي انا والله انا جيت ادور اخي عماري. وهذه ايناس اصلا هم ممرضين وانا اشتغل معاهم. ممرضين وانت تشتغل معاهم؟ يعني قلبت بيتي مستشفى ها؟ ايوه. كيف افعل بهذا؟ جالس يالف يالف هذا مالك منه. امسكه انت بيهرب منك يا ميدو. انا افكر كيف اقطع يده ولا رجله ولا رقبته. بفعل لسانه. خرج لسانك. خرج. ما بش معي لسان. وين الشرطة؟ ها الشرطة اجت. انا بروح افتح الباب. لا 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 ما انا عاد افتح الباب. يلا بسرعة. ايوه سارق ها؟ سارق. ايوه قرحت علي الليلة جو. يلا هنا الشرطة. موال موال حي يا ابو موائل. وين انت؟ هذا الرجال ما يستاهلش. من اول وهو بيهدر عليش، تكلم عليش، سبش، شتمش لا سابع جد. انا مانيش ام موائل، انا ام المعارك. وانت من انت؟ انا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. اموال اموال يا اموال صلي على صلي على رسول الله. انا عاد اطلق. لحظة افهمش
أفهمش أنا خلاص أنا أعطي طلقها أموال أموال أنا جار الله وجارك أنا جار الله وجارك أموال وحطيتك كل وحطيتك ترتد عرسي وحطيتك يا ليلة الجن وهذا مصر المدح اللي يغلق التلفون فيه وشي ويقول لي ما أنا شراضي هزه شلو بقى سيارة تحمله أبو وائل إيش فيك؟ من عذر عليك؟ من هو؟ أنا أبو وائل أبو وائل ماذا؟ هذا الظاهر في هجوم مسلح اهرب يلا تحركوا يلا تحركوا هيا خرجوا هيا يلا تحركوا لحظة يا أستاذ سامح بنتظر أبو وائل صح أبو وائل مالك؟ مالك صلي على رسول الله خرجت ساعة صار بر فوقنا والدروب أم وائل أنت ما تعرف شو أم وائل أم وائل ضربتني وصدمتني وعذبتني وجرحت أنا بتخيلي إنه هجوم مسلح ما زال من طالع هجوم مسلح ولا أم وائل أنت ما تعرف شو أم وائل والعروسة وين؟ لأم وائل سيدة العروسة هربت يلا انقذ نفسي يا حبيبي يلا 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 من هذا؟ هذا اللي اتصل وقال لك في وشي التلفون هذا السارق هذا السارق هذا الذي حرك في بيتي وكان يشتي يسرقني هذا هو فاك مش انا سارق انا سارق عادوا بيها الله وهذا منو؟ يا منو هذا؟ هذا الذي اعتدى علي فوق السيارة هذا الخبيث اسمك الخبيث صح؟ هذا اعتدى علي فوق السيارة يعني هذا غرمانك؟ غرماي وقعي أيوة. اسمع هذا الاثنين عشاك اتعشاهم اغتنمهم كلهم كيف ما تشتي والثالث عيجي كلمة حقك اذا راحت لكم فان امهم يلا مشي شو قدامي مشي اطلع مشي قدامي العروسة هي وهذا هو بيت ابو وائل شفتم لنا شريك لا يمكن تستغنوا عنه ترجع تقولوا لي كاني وماني اسمعين انت قاعد هنا وانا بطلع لعنده لا انا باقي معك ما ينفعش الله اعلم ايش بقرا لي داخل طيب وهذا الحلق اللي على اساس انه شريك معانا ليش ما يطلعش معك عادي انا بطلع ايش اطلع لا انت اجلس عندي مش معقول نخلي الحاله هنا دحين كيف اطلع ولا لا مو بو انت اجلس وانا بطلع لحالي